صارت في كل الدنيا، منظمة الصحة العالمية طالبت بشوية إجراءات وقائية. لازم نلتزم منازلنا والنظافة الشخصية أمر مهم لازم نلتزم فيه. هذا الشيء من شان أحببنا رح بيخفف انتشار هذا المرض عالميا. ما حد بيدري وين ما كانوا هالفيروس، لأن هذا الحال إذا استمر شهر ثاني البشرية مش رح تتحمل هالمصيبة. هذا العقاب لازم نفهم، مش لحنا على هذا الكوكب، احنا مجتمع عالم ثالث عنا ضمان اجتماعي. لا تسمع للحكومات لما تقلك ما في حالات، هي رسالتي للعالم العربي.